موضوع الفرص في الحياة، الفرصة مرة تجرب هنا ومرة تجرب هناك ومرة تحاول هنا ومرة ما تزبط معك، لكن مع كثرة المحاولات إلا ما واحدة تصيب. ونصيحتي لكل إنسان وده يوصل لحاجة معينة، اللي مبدع وده يوصل لشيء معين، واللي نفسه يدخل في مجال التجارة والبزنس والأعمال وكذا، لازم نفهم شغلة. دائما احنا مؤمنين بالرزق، الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، يقول لك الرازق في السماء والحاسد في الأرض، لكن الرزق نوعين، رزق يجيك إلى حدك بدون ما تسوي شيء، ورزق أنت تسعى له، هي الفرصة نفسها. هو إذا قلنا الرزق معناتها حتى الفرصة هي رزق، أحيانا تجيك فرصة من السماء لا هي على الحسبان ولا على الخاطر. فدائما أنا أنصح بالناس بأنه تصنع لنفسها فرص في الحياة. كيف تصنع لنفسك فرصة؟ سوي شيء من لا شيء يا أخي. أنا أتذكر قصة هذاك اللي اشترى ارض في جنوب افريقيا، وما هو جنوب افريقيا، اوروبي، وضحكوا عليه وطلعت الارض هذه ما منها فائده ولا تسوى بهلل، يبغى يزرع والارض ما تنفع للزراعه اصلا، واكتشف انه مليانه حنشان من هذه اللي فيها السموم، فخلاص طاح في الجك زي ما يقولوا، حاول يشوف ايش يسوي، ايش الحلول، قاعد يفكر، فقال غير الفكره، يبغى يزرع، بعدين قال لا طيب طالما هي فيها حنشان وفيها كذا، ليه ما أخذ الحنشان هذه وأستخرج السم منها وأصنع ترياق لهذا السم أو المضاد للسم، وحب حب سوى أكبر شركة لإنتاج مضاد السموم، سموم الحنشان والعقارب والأشياء هذه. بتكلم عن قصة حياته، فهذا سوى شيء من لا شيء. والحاجة الثانية المهمة في صناعة الفرص، أنت لما تكون عندك موهبة أو عندك رغبة في أنك توصل لحاجة معينة لازم تكون جاهز. إذا أنت إنسان موهوب فمعناتها أنت بتتدرب. واحد يبغى يلعب كورة في يوم من الأيام في نادي، ما ينفع يكون موهوب بس، حتى لو ما كان عنده نادي المفروض هو خلال الفترة اللي ما عنده نادي وأصلا قاعد يتدرب ومستمر في موهبته وقاعد يمارس كرة القدم، إلين تيجي الفرصة اللي تخليه ممكن يروح النادي. كذلك الشخص اللي عنده صوت جميل، معناتها أنت مارس الغناء أو الإنشاد أو أيا يكن الحاجات اللي لها علاقة بالصوت، فلو جاتك الفرصة تكون أنت إيش أوريدي جيدك انت على المسار. عشان ما اكون قاعد انظر وفاقد الشيء لا يعطيه، والله يا جماعة هو لانه الواحد ما وصل مرحلة النجاح اللي تخليه يتكلم عن قصة حياته، لكن انا شخصيا كثير من الاشياء اللي انا سويتها في حياتي او وصلت لها كانجاز او شيء يقال ان انا سويته، ما اتذكر انه في شيء من فراغ، يا اما فرصة جاتني الين حدي واستغليتها، او اني انا بحثت عن الفرصة دي، تركت المخدة والنوم ودقيت سلف وتعنيت ورحت اخر الدنيا لايماني بالسعي، بأنه قد ما أسعى الله سبحانه وتعالى بيوفقني، وفي أشياء أسعى لها وما أجد التوفيق فيها ومبسوط أكون ولن أندم ولن أحكي عيالي أقول ليتني رحت أو ليتني سويت، أعرف أن أنا قمت وسويت ورحت وجيت وسويت اللي علي، لكن التوفيق من الله سبحانه وتعالى. والحاجة المهمة جدا زبدة الكلام اللي قلته كله، لازم تؤمنوا بأن حنا في زمن الفرص. الحاجة اللي تهيأت لنا وتوفرت لنا والله ما توفرت لناس عاشوا قبلنا، قد ما نقدر نستغل الفترة اللي حنا قاعدين نعيشها هذه المزدهرة، اللي تحس انه قادر انك تروح المكان الفلاني، قادر انك تسوي الحاجة دي او تقدر تشيل وتحط. معظم اللي يتابعوني شباب، ما عندك عذر في العمر هذا، هو العمر اللي تتعب فيه، كلها كم سنة بتوصل مرحلة الاستقرار اللي خلاص اللي عندي هذا اللي أنا مرتاح فيه، ولا فيه حيل أصلاً، ولا عندي النفس الطويل، ولا عندي روح الكفاح هذا إن أنا لسه بكافح وبأسهر الليل، خلاص الحياة ماشي. أسأل الله لي ولكم التوفيق إن شاء الله.